مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصيني المال والأعمال. أنا بين لي وأحييكم من بكين. تحتضن صدارة العالم كونها أكبر مستهلك وأكبر مصنع للمنتجات في ذات الوقت، وفي مسيرتها لتعديل هيكلها الاقتصادي وتحويل نمط التنمية تولي الصين اهتماما بالغا للحفاظ على البيئة وتدوير اقتصاد أخضر. وفي حلقتنا اليوم سنزور بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال لنتعرف على دور الإنترنت في بناء اقتصاد مستدامة. مع دخولنا للقرن 21 عجلت العولمة الاقتصادية من دخول الاقتصاد الصيني لمرحلة التنمية السريعة، بيد أنه مع التنمية العلمية والاقتصادية يتعارض النمو المتسارع بشكل متزايد مع حماية البيئة، وتتصدر القضايا البيئية قائمة التنمية المستدامة. وخلال الأعوام الأخيرة تأثرت العديد من المدن الصينية بالضباب الدخاني وتلوث المياه وغيرها من أشكال التلوث. وبحسب الإحصاءات فإن الضباب الدخاني يتكون بشكل أساسي من الجسيمات الصلبة PM2.5 والتي يأتي معظمها من عوادم السيارات وحرق الفحم وأدخنة الطهي والأتربة المنبعثة من مواقع البناء والعوادم الصناعية وحرق المخلفات الزراعية. تمتلك الصين قطاعاً زراعياً كبيراً، وبعد الحصاد كل عام يقوم أغلب المزارعين بحرق المخلفات الزراعية التقليدية، بما في ذلك قش الأرز وقشر الفول وسقان الذرة، ويؤدي حرقها إلى انبعاثات كميات هائلة من أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والهيدروكربون والسناج والجسيمات الصلبة. يصل إنتاج الأرز في الصين سنوياً إلى نحو 100 مليون طن، ويشكل القش 20% من هذا الوزن، ما يعني إنتاج 20 مليون طن من قش الأرز سنوياً. عادة ما يستخدم قش الأرز كعلف أو كتل حيوية أو مور، لكن حسب علمي فإنه حتى الكتل الحيوية بحاجة إلى حرقها لتوليد الكهرباء. وحرق 100 جرام من قش الأرز يؤدي إلى انبعاث 125 جرام من أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي، وهذا كم كبير من الملوثات ويستمر لسنوات. وإزاء الخسائر الفادحة التي يسببها حرق القش للبيئة، فهل يمكننا تحويل القش من مخلفات إلى كنز؟ شركة تطوير التكنولوجيا الخضراء هي أول شركة في الصين تحول الألياف النباتية الطبيعية إلى أدوات مائدة صديقة للبيئة. كانت فكرتنا ببساطة في البداية هي جعل حماية البيئة أمراً عملياً على نحو أكبر، حتى يستطيع الناس أن يشعروا بهذا الأمر بشكل مباشر. من خلال عمله الدؤوب وبحثه المتواصل في المكونات الأساسية لهذه المادة، استطاع روان تحقيق التوازن بين حماية البيئة من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وهو ما سيساعد العديد من الدول الزراعية على التعامل بشكل مناسب مع مخلفات القش الزراعية. مع تغير المناخ وبروز ظاهرة احتباس حراري، باتت التمويل الأحضر وسيلة جديدة وطريقة مبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة. ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، شرعت الصين في الدخول إلى هذا القطاع عبر عدد من القنوات شاملة الائتمان الأخضر وعملية الاكتتاب العام الأولي. وتماشيا مع التطور السريع، باتت قضاء التمويل الأخضر أكثر جاذبية لأسواق رأس المال في السنوات الأخيرة. وعند حديثي عن الاستثمارات في مجال التنمية الحضرة، لابد من إشارة إلى سندات الحضرة التي تواجه تمويل المشاريع ذات السلة بالنمو الأخضر، والتي تمثل أحد أهم القنوات بالنسبة للمؤسسات العاملة في هذا المجال للحصول على تمويل.
ومع تواجه الصين لتحويل نمط تنميتها وتعديل هيكلها الاقتصادي يزداد الطلب على هذه رأس المال أكثر فأكثر، وهو ما يجعل بلا شك من السندات الخضراء مهم لحفظ الصناعات الخضراء بالبلاد. ويتوقع خبراء نمو حجم السندات الخضراء بالصيني لتصل إلى 5.7 تريليون يوان صيني بحلول عام 2020، ما يشير إلى أن سوق الصناعات الخضراء تتمتع بأفق مشرق في الصين. لكن تطور المؤسسات العاملة في هذا المجال لا يرتكز على حجم رأس المال فقط، بل يرتبط كذلك بالخطة التمويلية التي تزوغها تلك المؤسسات. فكيف يخطط هذه المؤسسة لطريقها نحو التنمية، وكيف تقوم بعضها بتحويل القمامة إلى الثروة؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي. إنتاج سلع يومية من ألياف طبيعية ومواد صديقة للبيئة لبناء اقتصاد تدوير زراعي حقيقي هو الهدف الرئيسي لرجل الأعمال هذا. يرتبط فهمنا لحماية البيئة بالعودة لطبيعة ذاتها. اخترنا قش أرز الشعير من شمال شرقي الصين. حصلنا على المواد الخام من مزارع عضوية. كثافة الألياف في منتجاتنا عالية، وخلال عرضنا للمنتج عدد ما نقوم بإشعال النار تلامسه، وعندها يشم الناس رائحة نبات يحترق. وبتطور من الجيل الأول إلى الجيل السابع، فإن مكونات قش الأرز في منتجاتنا من أدوات المائدة المصنوعة من ذلك القش تجاوزت نسبة 90%، ويمكن دفن أدوات المائدة باطن الأرض لتتحلل بشكل طبيعي. وبهذه الطريقة يتم القضاء نهائيا على التلوث الأبيض، بالإضافة إلى حماية الموارد على نحو تام. تعد تكنولوجيا صناعة الأدوات من قش الأرز ناضجة تماما حاليا، وتلبي هذه المنتجات المعايير الوطنية للسلامة الغذائية والشروط الدولية، وقد اجتازت معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية واختبار الهيئة العامة للرقابة SGS بجنيف. في نهاية عام 2014 أسسنا منفذ بائع تجريبيا هنا، والآن إجمالي المبيعات جيد للغاية. لاحظ المساعد في متجرنا أن أغلب زبائننا من الأمهات الشابات، وذلك لأنهن يولين اهتماما أكبر لصحة أطفالهن. وبمجرد أن يعرف الزبائن المزيد عن المنتج تجري المبيعات بشكل طبيعي. بعد شرح بائع المتجر لنا وعديد من الزبائن هنا، وذلك لأنهم يعتقدون أن المنتج أكثر أماناً وأقل تكلفة. العامل الجوهري لتنافسيتنا هو تكنولوجيا. فمنذ تأسيسها حصلت شركتنا على أكثر من 20 براءة اختراع، بالإضافة إلى الاعتراف القوي بها محلياً ودولياً، كما يتسع قبولنا في السوق على نحو أكبر فأكبر. وبالإضافة إلى البيع من خلال المتاجر التقليدية، يقود روان فريقاً أيضاً للتحول من القنوات التقليدية إلى التجارة الإلكترونية. لا يمكننا التركيز على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل نحن بحاجة إلى اتباع تيار الإنترنت. شركتنا تتحول من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الإلكترونية. أولاً قمنا بتحويل قنوات البيع الرئيسية إلى التجارة الإلكترونية منذ 2013، وبعد التحول تجاوز حجم المبيعات 8000 وحدة في يوم واحد. ثانياً لأننا نمتلك خط إنتاج خاص للأطفال، قمنا بالتعاون مع إحدى مؤسسات الإعلام المحلية في داليان. وخلال الشهر الماضي قمنا بعرض ترويجي لمجموعة صغيرة من المنتجات من خلال مؤسسة الإعلام المحلية، واستطعنا بيع ما بين 1000 إلى 2000 طقم في هذا اليوم. ثالثا، بعد دخولنا إلى منصة علي بابا تعاونا مع ماركات أجنبية شهيرة، وقمنا بتصنيع بعض مكونات الإنتاج لعدد من هذه الماركات، وهو ما أصبح حاليا أحد مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لنا. يزداد شغف الزبائن أكثر فأكثر بالمنتجات الصديقة للبيئة، وفي المستقبل ستقوم شركة تطوير التكنولوجيا الخضراء بتوسيع اتجاهها في البحوث والتطوير من الألياف النباتية إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية برمته. وفي الوقت ذاته
ستقوم الشركة بتعزيز كل من المبيعات عبر الإنترنت واستراتيجية التسويق من خلال الفعاليات التقليدية وتحويل التقنيات البيئية إلى مصادر دخل للشركة. مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم يسرنا أن نستضيف في استوديو أستاذة دسوقي عبد الحميد خبير الشؤون الاقتصادية لمناقشة معنا حول موضوع اقتصاد أخضر. أهلا وسهلا أستاذة دسوقي، مرحبا دائما في برنامج صيني المال والأعمال. وفي البداية هل يمكنكم أن تقدم لنا بعض معلومات ما المقصود يعني اقتصاد التدوير وما هي أهميته؟ نعم، اقتصاد التدوير طبعا يعني من يعني اللفظ المستخدم في هذا المصطلح يعني يشير الى اعادة تدوير المخلفات. نحن نعلم ان الان مع التطور العصر بات هناك الكثير من المخلفات في البيئة نتيجة الصناعة والزراعة ويعني الكثير من الأنشطة البشرية. من هذه المواد مثلا الخشب والورق والزجاج والمياه والبلاستيك وهكذا، كل هذه المواد هي مخلفات في البيئة. يعني هذه المخلفات يعني نتيجة يعني تزايد النشاط البشري بشكل كبير جدا، باتت هذه المخلفات أيضا بأحجام كبيرة جدا في البيئة. طبعا يعني إذا تركنا هذه المخلفات في البيئة طبعا هذا يؤدي إلى تراكم هذه المخلفات بشكل كبير جدا، وهو ما يؤثر على جودة التربة وجودة الهواء وجودة حتى المياه الجوفية موجودة في باطن الأرض. من هنا يعني تأتي أهمية اقتصاد التدوير. اقتصاد التدوير يعني أنه له يعني يقوم بدورين أساسيين أو يرتكز على عاملين أساسيين. العامل الأول وهو العامل البيئي. كما تحدثنا إذا تركنا هذه المخلفات في البيئة تتراكم بكميات هائلة، هذا يعني كما ذكرت سيؤثر على يعني البيئة بشكل كبير جدا ويعزز أو يفاقم من يعني التلوث البيئي بشكل خطير. العامل الآخر في اقتصاد التدوير أو في عملية تدوير المخلفات هو العامل الاقتصادي. يعني عندما نقوم بإعادة تدوير هذه المخلفات هذا يؤدي إلى تخلص يعني توفير الكثير من الموارد البيئية. يعني فبدلا من يعني أن نستنزف موارد البيئة ونستهلكها بكميات كبيرة جدا، إعادة التدوير هذا يؤدي إلى ترشيد استهلاك الإنسان لموارد البيئة. فهناك تقرير، أحد تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، يشير إلى أن يعني عملية تدوير المخلفات توفر سنويا للاقتصاد العالمي ما يصل إلى حوالي 630 مليار دولار أمريكي، وهذا رقم كبير جدا. كذلك أيضا العامل الاقتصادي الآخر هو أن عملية تدوير المخلفات تسهم في تقليل يعني السلعة النهائية التي تستخدم فيها هذه المخلفات، لأن يعني مكونات أو مدخلات الإنتاج هي مدخلات رخيصة الثمن. يعني عندما نقوم مثلا بإعادة تدوير زجاجة بلاستيك وإنتاج زجاجة أخرى منها، فهذا معناه أن يعني الزجاجة الثانية ستكون أقل تكلفة من الزجاجة الأولى. كذلك أيضا العامل الاقتصادي الثالث أو البعد الثالث هو أن اقتصاد تدوير المخلفات أيضا يسهم في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة معقولة تستحق يعني أن الاهتمام بهذا الاقتصاد والتوجه بخطى أكبر نحو يعني تعزيز هذا الاقتصاد والاهتمام به. نعم، وأيضا أستاذ نعلم منكم يعني الاقتصاد التدوير له أهمية كبيرة، وعلى ناحية أخرى يعني ما هي التحديات التي تواجه اقتصاد التدوير يعني بشكل عام؟ نعم، هو طبعا يعني بشكل عام اقتصاد التدوير يعني اولا في عملية التدوير انت تحتاجي الى جمع هذه المخلفات، فطبعا انت تجمعي هذه المخلفات من اماكن متفرقه وبكميات ليست بالكبيره. يعني حتى تكون عمليه تدوير المخلفات عمليه يعني ذات جدوى اقتصاديه وذات مردود اقتصادي اكبر، هذا يستدعي من الشركات العامله في مجال تدوير المخلفات جمع كميات اكبر او جمع كميات كبيره
كثيرة من المخلفات والنفايات. وكما يعني في التقرير، شركة داليان هذه الشركة يعني تحتاج إلى جمع كميات كبيرة جدا من قش الأرز، يعني حتى تستطيع أن تكون عملية تدوير المخلفات بالنسبة لها هي عملية ذات جدوى اقتصادية أكبر. كذلك أيضا من التحديات التي تواجه هذه الشركات هو حاجتها إلى تكنولوجيا متطورة، يعني هذه الشركات بحاجة إلى تكنولوجيا ذات تقنيات خاصة ومواصفات خاصة للتعامل مع هذه المخلفات البيئية وتنقيتها من الشوائب الموجودة بها وهكذا. كذلك أيضا من التحديات الأخرى التي تواجه اقتصاد التدوير هو إقناع المستهلك النهائي بالسلعة المعاد تدويرها، لأن يعني الكثير من المستهلكين يعني يشكون بمدى صحة يعني المنتجات المعاد تدويرها، فبالتالي على هذه الشركات أن يعني تقنع المستهلك بأن هذه المنتجات المعاد تدويرها هي منتجات مناسبة للبيئة ومنتجات صحية ولا تؤثر على صحة الإنسان بأي شكل. نعم أستاذ، قبل قليل تحدث عن تكنولوجيا المتطورة، يعني نحن نتابع تقرير التالي لنرى يعني كيف يعني التكنولوجيا الحديثة يعني يستخدم في قطاع المنتجات الزراعية عبر الإنترنت، ثم نستمر في حوارنا. أعزائي المشاهدين، لنتابع التقرير التالي ثم نعود إليكم. أدى تفاشي المخاطر المتعلقة ببقايا المبيدات وقضايا سلامة الغذاء وغيره ولدي شعور بالصدمة لدى تين سياروي الذي يقوم بأنشطة الترويج الزراعي منذ أكثر من 20 عاما. وللتخلص من بقايا المبيدات في الغذاء، جرب تين العديد من المنتجات المحلية والأجنبية التي تساعد في إزالة بقايا المبيدات، وطلب مشورة العديد من أصدقائه. وقام تين بإجراء بحوث سوقية لكل منتج حيث اشتراها عبر قنوات متنوعة لتجربتها في البيت. مع ماء الأوزون يمكن التخلص نهائيا من بين بقايا المبيدات، بيد أن الأوزون يتدفق مباشرة عبر أنابيب إلى المياه من مولد للأوزون يعمل بالتكنولوجيا الحالية المتاحة في السوق. ومن الممكن أن يؤدي التدفق الزائد للأوزون إلى تأثيرات سلبية على الجهاز التنفسي وشبكية العين إذا لم يتم ضبطه بالشكل المناسب. لذا فكرت في تطوير وصناعة منتج خفيف وبالسعر المعقول يتميز بسهولة الاستخدام والفعالية في التخلص من بقايا المبيدات ويضمن في النهاية صحة الناس. ورغم أن المحاولات العديدة لم تفلح في حل مشكلة بقايا المبيدات، إلا أنها عرفت تين سياوروي بأصدقاء يفكرون بذات الطريقة. وقرر هؤلاء المهتمون بقضية بقايا المبيدات القيام بأنشطة بحث وتطوير مستقلة بعد مقارنة وفحص عشرات المنتجات المتخصصة في إزالة بقايا المبيدات. وفي عام 2013 قاموا بتطوير جهاز لإزالة بقايا المبيدات لا يستهلك أي قدر من الطاقة ولا يشغل أي مساحة ولا يحتاج إلى عملية تشغيل، كما لا يحتاج إلى وقت انتظار، إذ يعمل مباشرة على تحويل ماء إلى ماء أوزون دون أي انتظار. وبالمقارنة مع المنظفات الكيماوية التقليدية الأخرى للفاكهة والخضروات، فإن OMG لا تسبب أي تلوث جانبي. النمط التجاري لشركتنا كالتالي: من خلال هذا المزيل لبقايا المبيدات نريد حلقة مثالية مكتملة بين الشركة والمنتجات والأوكلاء التجاريين والمستخدمين ومنصة خدمة البيانات السحابية وقاعدة بيانات صناعة الرعاية الصحية. وفي غضون عام واحد بدءا في مارس من العام الماضي انطلقنا نحو السوق بعد أن نجحنا في الحصول على تمويل جماعي من خلاصة منصة جندوم. وخلال فترة زمنية قصيرة أسسنا تعاونا إقليميا مع قرابة 40 مدينة في جميع أنحاء الصين. وسعيا لاغتنام الفرص السوقية وتحقيق الخطة العامة لتطوير الشركة والتكامل بين مواردها وخلق موقع سوقي في فترة وجيزة، فإن التخطيط المستقبلي لشركة OMG لا يقتصر على ذلك، حيث يبحث تين سياوروي خطة تأسيس نظام يحمل اسم صحة جيدة.
لاحقا سنركز أكثر على البحوث والتطوير والإبداع، وسنربط منتجنا بالهاتف الجوال لنقل البيانات. فعلى سبيل المثال، بمجرد أن نفتح الصنبور سنعرف قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه وكمية الرصاص والزئبق والكروم وغيرها من المعادن الثقيلة في المياه، وهو ما سيسهم على نحو أكبر في تحسين منتجاتنا وتأسيس نظامنا التالي صحة جيدة. وبتأكيد ستشمل هذه المشاريع المزيد من الصناعات في المستقبل. تجذب الصناعات الصحية اهتماما كبيرا في هذا البلد، وبالإضافة إلى ذلك فأن منتجات شركة OMG وخدماتها ستتوسع لتشمل سلسلة مختلفة من الصناعات، ولتحقق في نهاية المطاف رؤيتها الجوهرية المتمثلة في أن تكون العلامة التجارية الأولى في مجال التصنيع ذي الصلة بصحة الأسرة. مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا أستاذ توسوكي. يعني وجدنا في التقرير قبل قليل الشركة تتحول من بيع تقليدي إلى بيع من خلال الإنترنت، فما هو الدور الذي قد يلعبه الإنترنت في هذا المجال حسب رأيكم؟ نعم هو طبعا يعني الإنترنت أصبح يعني وسيلة اتصال هامة جدا بين الكثير من المواطنين هنا في الصين، ولا سيما على صعيد يعني النشاط التجاري. طبعا تحول هذه الشركة من يعني التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية، هذا يعني يساعد هذه الشركة بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن يعني أولا يعني هو يعني المتجر التقليدي يعني يكلف هذه الشركة أولا ضرائب فواتير كهرباء ومياه وهكذا، وأيضا تحتاج إلى عمالة تعمل في هذا المتجر التقليدي. أما بالعمل من خلال الإنترنت فهذه الشركة ستوفر كل هذه التكاليف، ولا تحتاج يعني الى متجر به عمال واضاءه وديكور وهكذا، بل هي تحتاج فقط الى مخزن لتضع فيه السلع او المنتجات الخاصه بها، ثم تقوم بشحن هذه المنتجات الى الزبائن الذين يطلبونها. هذا اولا. فالعامل الاول هو يسهم في توفير التكلفه بشكل كبير جدا، او يقلص التكاليف بشكل كبير جدا بالنسبه لهذه الشركه. كذلك العامل الثاني هو انه ايضا يكسر الحواجز الجغرافية بالنسبة لهذه الشركة. يعني هذه الشركة إذا كانت لديها متجر تقليدي هي ربما تحاول البحث عن زبائن وعملاء في المحيط القريب منها، لكن من خلال الإنترنت هي لا تحتاج إلى هذا، هي ممكن تتصل بعملاء وبزبائن لها على بعد آلاف الأميال وتقوم بشحن منتجاتها إليهم. فهذا طبعا يعني يكسر الحواجز الجغرافية بالنسبة لهذه الشركة، ولا تحتاج إلى البحث عن زبائن أو عملاء في المحيط القريب منها. كذلك أيضا من الأشياء الأخرى هو أنه يساعد هذه الشركة في بناء علامة، يعني علامة تجارية وبناء سمعة جيدة لها، لأن الإنترنت الآن يعني هنا في الصين أكثر من 650 مليون مواطن صيني يعني لديهم الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت. هذا يعني أن هناك يعني من خلال هذه النافذة الكبيرة هي نافذة الإنترنت، هناك ملايين البشر يستطيعون الدخول إلى موقع هذه الشركة والتعرف على منتجات هذه الشركة، ومن ثم يعني هذه قناة أسهل بكثير جدا بالنسبة للشركة لاكتساب سمعة جيدة ولعرض منتجاتها بشكل جيد، وأيضا لبناء علامة تجارية خاصة بها بين جمهور واسع من المواطنين الصينيين. أنت لحق، لأن يعني حياتنا حاليا لا نستطيع أن نستغني عن استخدام الإنترنت. صحيح. يعني على أساس كل يوم لابد أن نستخدم الإنترنت ونشتري بعض أشياء من الإنترنت. وأيضا يعني علمنا من تقرير يعني هناك إقبال كبير من أمهات الشباب على شراء هذه يعني أدوات، لكن كيف يمكن جذب يعني شرائح استهلاكية أخرى يعني في هذه مثلا المنتجات؟ نعم، هو طبعا يعني هذه الشركة يمكنها اكتساب شرائح سوقية أخرى من خلال عدة خطوات. أولا بناء علامة تجارية جيدة. يعني هذه الشركة عندما يكون لديها سمعتها الخاصة بها في السوق ولديها علامتها التجارية الخاصة بها، هذا سيشجع الكثير من الشرائح المجتمع الصيني على الإقبال على منتجات هذه الشركة. كذلك أيضا كما يعني ذكرنا، هذه الشركة يمكنها أيضا يعني
اكتساب حصة سوقية أكبر داخل المجتمع من خلال الأنشطة الترويجية والمشاركة في المعارض التي تقام في أماكن كثيرة هنا في الصين. فمن خلال المشاركة في هذه المعارض يمكن للكثير من المواطنين الصينيين وجمهور الجمهور الصيني في التعرف على المنتجات الخاصة بهذه الشركة، ومن ثم يمكن لهذه الشركة اكتساب شرائح سوقية جديدة. كذلك أيضا من الأشياء الأخرى هو يمكن لهذه الشركة أيضا التركيز على قطاعات بعينها، يعني مثلا المطاعم الوجبات السريعة، هذه من القطاعات التي يمكنها استخدام أدوات المائدة التي تنتجها هذه الشركة والتي تستعمل لمرة واحدة فقط، يعني مطاعم الوجبات السريعة ممكن. كذلك أيضا شركات الطيران أيضا تقدم وجبات على متن الطائرة، أيضا هذه الأدوات المستخدمة في هذه الوجبات هي أيضا تكون للاستعمال لمرة واحدة. فمن خلال هذه الخطوات ومن خلال هذه الآليات أعتقد يمكن لهذه الشركة اكتساب شرائح سوقية جديدة داخل المجتمع الصيني. يعني أستاذ، يعني ما هي الآفاق المستقبلية لتطور الشركة أو أم جي التي عرضت لنا التقرير؟ نعم طبعا هذه الشركة هي يعني لديها الآن منتج قيم، ولكن يعني هذه الشركة أيضا تواجه تحديات. من التحديات التي تواجهها هذه الشركة، يعني هي استطاعت أن يعني تخترع جهاز يحول ماء الصنبور إلى ماء أوزون، وهذا الماء يعني قادر على تنقية أو الخضروات أو الفاكهة من مخلفات المبيدات أو من بقايا المبيدات الموجودة بها. طبعا المستهلك العادي لا يستطيع التحقق من كفاءة هذا المنتج. نعم هذا صحيح. فطبعا يعني هذا يمثل تحدي بالنسبة لهذه الشركة. كذلك أيضا هذه الصناعة هي صناعة ناشئة، وأيضا يعني هذه الشركة ما زالت في بداياتها، وهناك الكثير من المنافسين لها في السوق، فبالتالي هذا يمثل تحدي آخر بالنسبة لهذه الشركة. طبعا للتغلب على هذه التحديات ولتكون لها أفاق يعني أبرز أو أكثر إشراقا في السوق، يجب على هذه الشركة أن تكون لديها التكنولوجيا الخاصة بها، وأن تكون لديها براءات الاختراع الخاصة بها. هذا سيساعد هذه الشركة في التطور بشكل كبير جدا. كذلك أيضا يجب على هذه الشركة بناء علامة تجارية خاصة بها، لأن بناء علامة تجارية يعني تتمتع بشهرة وبمصداقية وسط يعني المواطنين الصينيين، هذا سيساعد هذه الشركة في التوسع والتطور بشكل كبير في المستقبل. نعم، قبل قليل تحدثنا كل من ناحية الشركات والمؤسسات تعمل في هذا المجال، وإذا يعني نتحدث من ناحية من مستوى الوطني، فحسب رأيكم ما الدور الذي يمكن تقدمه حكومة لاقتصاد للتدوير؟ نعم هو طبعا الحكومة الصينية يمكنها يعني العمل على عدة محاور لدعم اقتصاد التدوير ودفع هذا الاقتصاد. أولا زيادة الوعي بين المواطنين الصينيين بأهمية اقتصاد التدوير. أنا كمواطن يعني عربي يعني أعيش هنا في الصين منذ فترة طويلة، أعتقد يعني أن الحكومة الصينية تقوم بمجهود رائع في هذا المجال. فأنا مثلا عندما أسير في الشوارع هنا في 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 بكين على سبيل المثال، يعني أجد يعني سلة القمامة، توجد يعني يوجد سلتين بجوار بعضهما، سلة للمنتجات التي يمكن إعادة تدويرها، وسلة أخرى للمخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها. أعتقد هذا مجهود رائع، وهذا يعني هذه خطوة يعني مفيدة للغاية في دعم اقتصاد التدوير. هذا يعزز هذا الاقتصاد بشكل كبير جدا. كذلك أيضا من الأشياء الأخرى يعني التي يمكن للحكومة العمل عليها هو سن يعني القوانين التي تحظر يعني حرق المخلفات. يعني مثلا كما شاهدنا في التقرير بعض الأرز يقومون بحرق قش الأرز، يجب أن تكون هناك يعني غرامات أو قوانين تحظر هذه الممارسات. شكرا جزيلا أستاذ دخسوكي على هذه التعليقات. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.